عندما يصبح البحر طوق نجاة في عيون أحدهم، هذا يعني أنه يغرق على اليابسة. للمرة الثالثة يحاول عماد بلوغ أوروبا. ركب البحر من طرابلس إلى إيطاليا مطلع هذا الشهر، لكن الترحال انتهى به مجدداً في طرابلس. عاصفة اعترضت طريق المركب ووضعته وعائلته ورفاقه تحت رحمة السلطات القبرصية. نحن كنا مجموعة شباب أصحاب من منطقة واحدة، ولملمنا كل واحد شو في معه حسب مقدوره، وزبطنا للبوت مدة الشهرين وشوي. يعني الأشياء التقنية، أجهزة، والبوت ما كان فيه تواليت. عملنا فيه تواليت، عملنا فيه أوضة قعدة، أوضة نوم، كابين يعني، وجهزنا أكل وشرب. رجعونا السلطات القبرصية. نحن على أساس أنه نحن ندل بلارنكا، كذبوا علينا ورجعونا على لبنان. يعني صار دفع كثير. يعني المفروض أنجيلا ميركل لازم هي منا لحالة تعطيني إقامة وتقولي تفضل تعال عنا. المئات غير عماد التجأوا إلى مهربين خلال الأسابيع الماضية. 5 ملايين ليرة هي تذكرة العبور إلى وطن بديل بعد انعدام سبل الحياة في الوطن الأصيل. غالبية الرحلات لم تبلغ بر الأمان، بعضها انتهى بمآسي الموت جوعاً وعطشاً، ويكاد لا يمر أسبوع دون أن تنطلق رحلة نحو المجهول من شواطئ طرابلس والعبد والمني باتجاه قبرص. بتقولي لي الحق على مين؟ رشحت لك أنه القضية هي مش بس شغلة واحدة، ولكن مجموعة من الأمور المترابطة ربما عمرها من عمر 1943، لكن بالنهاية هذا دليل أنه الوضع بقلب لبنان بشكل أساسي وطرابلس أكثر من غيرها أصبح على حافة الانهيار. هذا اللي بيخلي الناس انها تروح تجرب حظها بهالمرحله هيدي بهالاتجاه، مثل ما كان عم يصير ان كان مع السوريين. سؤال واحد قد يختصر رحلات الموت: كيف ستروى كل الحكاية؟ وكل حكاية تشكل عالما بحاله. لم يبقى لاصحابه الا السماء والماء. ليال خروبي اليوم، شمال لبنان.